بعد هذا نبدأ في الحديث عن التسلسل التاريخي لاحتلال فلسطين. اليهود والنصارى في بدايتهم، بداية العلاقة بين اليهود والنصارى منذ أن بعث سيدنا عيسى عليه السلام، علاقة عدائية مستحكمة، علاقة حقد بغضاء متبادلة بين الطائفتين، واستمرت هذه العلاقة العدائية 15 قرنا، يعني 1500 سنة، 15 قرن، منذ القرن الأول، منذ ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، 15 قرن، 1500 سنة، حتى القرن 16 للميلاد. يعني العلاقة بينهم علاقة عدائية لأبعد الحدود. اليهود كفروا بسيدنا عيسى من أول مرة، واتهموا السيدة مريم عليه السلام بما اتهموها بها من البهتان، وكفروا بالإنجيل، ودبروا المؤامرة على قتل سيدنا عيسى عليه السلام. وعليه فاليهود أيضا، وعليه فالنصارى أيضا، من هنا هم حاقدون على اليهود لموقف اليهود من عيسى عليه السلام. لذلك ذاق اليهود الأمر على يد النصارى، خاصة في أوروبا، خاصة في أوروبا، استعبدوهم استعباد وقتلوا منهم شر قتله، وفعلوا بهم الأفاعيل، لأن اليهود حيثما وجدهم شر مستطير، ليس لا عمل لهم إلا الفساد والإفساد، ولا عمل لهم إلا إيقاد نار الفتنة والشقاق بين الناس. هذه لابد من معرفتها. بعد القرن 15 وبداية 16 للميلاد بدأ التقارب بين الطائفتين، أي بين اليهود وماذا؟ والنصارى. له أسبابه سنتحدث عنها فيما بعد. بدأ هذا التقارب شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه الآن. طيب، الآن نتحدث عن التسلسل التاريخي، وأيضا باختصار، من بداية هذا الاحتلال فكرة إلى واقع. في حديثي عن هذا الموضوع سأذكر الأحداث بالتاريخ الميلادي، مع أنني حريص جدا على التاريخ الهجري، امتثالا لأمر سيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها، ونحن نؤرخ بها. لكن الأحداث التي سأذكرها لكم هي مؤرخة بالتاريخ الميلادي كما عند أصحابها، فهذه تقتضي الأمانة. الأمر الثاني، سأذكر أسماء مجرمين كفرة وغير، ومنهم مسلمين لكنهم مجرمون. وأن أذكر هذه الأسماء للإخبار بأفعالها الشنيعة وبأدوارها الخبيثة في احتلال فلسطين، لا أحد مثلا يعترض،
كأن نقول نذكر مثل هذه الأسماء في بيت من بيوت الله. فالله تبارك وتعالى ذكر أسماء مجرمين في القرآن للإخبار عنهم، ذكر فرعون وذكر هامان وذكر قارون، وهناك آيات تتلى فيها ذكر هذه الأسماء وتتلى في بيوت الله. الآن التسلسل التاريخي يتناول الآية، بداية الفكرة والمنادى بها، وبعد ذلك خطوات التنفيذ، الخطوات العملية لتنفيذ الفكرة، من فكرة إلى واقع، من فكرة إلى واقع. بداية الفكرة كانت بداية القرن السادس عشر للميلاد، وهذه الفكرة بدأت ببداية ما يعرف بالإصلاح الديني في أوروبا، وكان الإصلاح الديني على يد الكهنوتي الصليبي النصراني الحاقد مارتن لوثر، وهو ألماني الجنسية. هذا مارتن لوثر حاقد صليبي إلى النخاع، ألف كتابا بعنوان ولد عيسى يهوديا، ولد عيسى يهوديا. وفي هذا تقرب إلى اليهود، يعني في نوع من التصالح. الآن اليهود ما يؤمنوا بعيسى أصلا، اليهود لا يؤمنوا بعيسى، هم يكفروا بعيسى، هذه عقيدتهم. فيأتي هذا الصليبي ليتقرب إليهم، قال لا اطمئنوا، هذا عيسى مولود يهودي. وألف كتابا صدر في عام 1523 للميلاد، يعني بداية القرن السادس عشر، وطبع في ذلك العام سبع مرات الكتاب، في عام واحد في ذلك العام طبع سبع مرات حتى ينتشر، وبانتشاره تنتشر الفكرة وتصل إلى أذهان أكبر الشريحة من اليهود ومن النصارى، وستجد قبولا أو ستشكل أساسا لأرضية مشتركة بين الطائفتين. هذه بداية الفكرة. بعد ذلك نادى بالفكرة صليبي آخر وهو فرنسي، ولما نعرف الجنسيات أتعلم لماذا هذه الدول الآن في خندق واحد مع الصهاينة؟ هذا الحاقد هو نابليون بونابرت، هذا قائد محتل جبار، جاء إلى بلاد المشرق في الحملات الصليبية، وعندما وصل إلى عكا، هذه مدينة في فلسطين على البحر المتوسط، لها أسوار منيعة، فاجتاز الخطوط بجيشه الصليبي يأتي على الأخضر واليابس، فتحطمت آماله على أسوار مدينة عكا، وباءت حملته بالفشل وعاد منكسرا منهزما، فامتلأ حقدا على من؟ على المسلمين. هنا هو محتاج الآن إلى من يقف بجانبه، هو نصراني
صليبي معهم النصارى أكيد، لكن أن يضيف فئة أخرى معهم ليزداد العدد ولتقوى قوته، أخذ يستعطف اليهود، أخذ يستعطف وينادي بفكرة مارتن لوثر، ولم يكتفي باستعطاف يهود أوروبا بل استعطف يهود آسيا أيضا حتى يشكلوا معا ضد المسلمين، يشكلوا قوة. هذه أو المنادى. وهذا كان عام 1799 للميلاد. شوف من مارتن لوثر من 1523 الميلاد، نابليون بونابرت نادى بها في عام 1799 للميلاد. يعني الفكرة تنتشر متخمرة عند أذهانهم، بس تنتقل من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة. تلقف الفكرة الرئيس الأمريكي جون أدماز، وكان تلقفه للفكرة في عام 1818 للميلاد، ووعد اليهود بوطن قومي، بإنشاء وطن قومي، وبعد ذلك تلقفت الفكرة بريطانيا. الراعي الأول لها تبنتها ووقفت بكل ما تملك وسعت لتحقيق هذه الفكرة إلى واقع، وظلت إلى أن أقيم الكيان الصهيوني، لتحل بعدها محلها أمريكا لتتزعم الدول الصليبية للدفاع عن الصهاينة كما هو الحال الآن. هذه من فكرة إلى مناداة بالفكرة. نأتي إلى خطوات التنفيذ، كيف نفذت هذه الفكرة إلى واقع؟ أول هذه الخطوات ما يعرف بالمؤتمر الصهيوني الأول الذي يتزعمه هارتزل، وأطلقوا عليه أبو الصهيونية العالمية الأول. عقد هذا الرجل هارتزل ومعه الصهاينة، زعماء الصهاينة، عقدوا مؤتمرا لهم في مدينة بازل، مدينة بازل وليس مدينة بال، مدينة بازل بسويسرا. وكان هذا المؤتمر في عام 1897 للميلاد، واتفقوا على إنشاء وطن قومي لهم أي لليهود في فلسطين، واتفقوا على تشجيع الهجرة إلى فلسطين، واتفقوا على إنشاء وكالة اليهودية لجمع الأموال ولبث الفكرة وأخذ الاعتراف في العالم وتشجيع اليهود إلى أن يأتوا إلى فلسطين. هذا المؤتمر كان 1897، بعد 550 سنة أقيم الكيان اللقيط. احتلال فلسطين تراه ما احتلال عشوائي كما يظن البعض أو وليد اللحظة، لا، هذا احتلال مخطط له، وأصحابه نقلوا من مرحلة إلى مرحلة وفق سياسة وخطط مرسومة. شو من متى؟ من 1523 إلى قيام الكيان الصهيوني في القرن العشرين، يعني 500 سنة. وكان قبل انعقاد مؤتمر الصهاينة
400 سنة كانت الصهيونية، يعني كان النصارى هم حاضنين للصهاينة، لأن الصهيونية أصلاً ترعرعت في حضن النصارى 400 سنة حتى عقد المؤتمر اللي هو مؤتمر بازل. وبعد هذه الخطوة خطوة ثانية، شوف كل ما جاءت خطوة تقترب إلى إيجاد، إلى تحويل الفكرة إلى واقع. جاءت سنة 1916، في تلك السنة درسناها في التاريخ ودرستوها، هي ما أصبحت سرية طبعا، كان في وقتها سرية عند إبرامها، تلك الاتفاقية تسمى اتفاقية سايكس بيكو، سمعنا كثير عنها، اتفاقية سايكس بيكو، سميت بهذا الاسم جمعا بين اسمي وزير خارجية بريطانيا ووزير خارجية فرنسا، سايكس هذا وزير خارجية بريطانيا وبيكو وزير خارجية فرنسا، سميوها باسم الوزيرين، اتفاقية سايكس بيكو 1916. اتفق الوزيران على الآتي، طبعا يقسم العالم العربي، العراق والأردن وفلسطين من نصيب بريطانيا، يوزع الكعكة. أما لبنان وسوريا تكون من نصيب فرنسا. الآن لاحظوا، العراق، الأردن، إيش؟ فلسطين، تأخذها من بريطانيا، لا أرضهم، وهم بعيدين يعني بحار بينهم، يأخذون أرض غيرهم، لصوص لصوص، سرقوا الذهب، الذهب الكثير الكثير اللي توجد في بريطانيا أخذ من فلسطين، سرقوه من فلسطين، وسيدفعونه في يوم ما رغم أنوفهم، أموال رهيبة ذهبية أخذوها من فلسطين سرقوها. بعد هذا، بعد هذه الاتفاقية جاءت سنة 1917 للميلاد، بعد سنة احتلت بريطانيا فلسطين وطردت العثمانيين من فلسطين، وضعت يديها الآن متسلطة ظالمة مجرمة، أصبحت فلسطين الآن 1917 هش محتلة من قبل يعني لا إرادة لأهلها عليها، الأمور كلها بيد المحتل، وإلا كيف يعني تنشر وطن فلسطين لليهود؟ ما يقدروا، لازم بهذه الخطوات. احتلال فلسطين، احتلال بريطانيا لفلسطين كان 1917، في العام نفسه أصدر بالفور وزير خارجية بريطانيا وعدا في عام 1917 بعد الاحتلال يعطي فيه اليهود وطنا قوميا لهم في فلسطين، وفيه تتعهد بريطانيا على أن تقدم كل ما في وسعها بهذه العبارة في تسهيل تحقيق هذه الغاية، تعهدت في تسهيل تحقيق هذه الغاية، وهي إيش؟ إيجاد وطن قومي لليهود فين؟ في فلسطين. هذا 1917، وعد بالفور المشؤوم الظالم.
في عام 1920 بعد الاحتلال عقد مؤتمر للدول المنتصرة على في الحرب العالمية الأولى على الدولة العثمانية ومن معها. عقدت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى مؤتمرا لها في مدينة تسمى سان ريمو، هذه مدينة إيطالية، واتفقوا فيها على تقرير حق الانتداب لبريطانيا في فلسطين. يعني أعطيت بريطانيا حق الانتداب، الدول مع بعضهم منتصرة، فكافي بريطانيا، هي كلها مرتبة طبعا، فقال خلاص رسميا بريطانيا من قبل هذه قرار أنك يا بريطانيا أنت دولة منتدبة. على إيش؟ على أي شيء؟ على فلسطين. وقعت الآن فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وحتى يؤكد هذا الانتداب على أعلى المستويات كان في ذلك الوقت عصبة الأمم المتحدة تسمى، لأنه بعد الحرب العالمية الأولى فكر من فكر في إيجاد هيئة لحفظ السلم ومنع الحرب. طبعا كل الهيئات هي العوبة بيدهم لمصلحتهم. كانت قبل هيئة المتحدة عصبة الأمم المتحدة أنشئت. ففي عام 1922 بعد مؤتمر سان ريمو 1920، في 1922 أوصى، يعني أعطت عصبة الأمم المتحدة رسميا أو الحق أو الاعتراف الرسمي، ومعنى ذلك أنه اعتراف عالمي لأنه تمثل هيئة أعلى هيئة عالمية في ذلك الوقت. أعطت بريطانيا الاعتراف الرسمي بانتدابها على فلسطين وفق ما يتضمنه وعد بلفور، وفق ما يتضمنه وعد بلفور. طيب ماذا يتضمن وعد بلفور؟ إقامة وطن لليهود فين؟ في فلسطين. فأصبحت بريطانيا منتدبة رسميا عالميا على فلسطين بهذا القرار، بما أوصت به هيئة عصبة الأمم المتحدة في ذلك الوقت. في عام 1947، شوف قفزات طبعا أحداث بين هذه السنين، لكن نحن نتحدث عن أبرز هذه المؤامرة أو التسلسل للاحتلال. في عام 1947 كان في وقتها قد تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة، لأن لما عصبت الأمم لم تستطع إقامة وقف الحرب العالمية، وحصلت حرب عالمية ثانية واستمرت حتى 1945 أنشئت هذه الهيئة أيضا لإيقافها، لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وهي كذا هي هيئة الاستعباد للشعوب طبعا ما في شك، لإعطاء الحق كذا للقوي ليتغلب ويستعبد الضعيف، كما هو معروف الآن، ما شيء يعني خافي أصلا. 1947، في 1947 أوصت هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. كم يعني لكم يقسموها؟ لمن قسموها؟ بين اليهود وبين العرب، بين اليهود وبين العرب. أوصت بإنشاء بتقسيم فلسطين إلى دولتين، دولة يهودية
ودولة للعرب. وشوفوا التقسيم كيف، دولة يهودية على أساس الدين، ودولة للعرب على أساس الجنس العرق. ولازم تفكروا في هذه القضية، لماذا هذا التقسيم؟ له مغزى. العرب يعني يبعد المسلمين، بينما أولئك كل من هو يهودي لهم الحق على أن تكون مساحة الدولة اليهودية 54% من مساحة فلسطين التاريخية. يعطى اليهود لإقامة دولتهم في فلسطين مساحة تشكل 54% من مساحة فلسطين، يعني أكثر من النصف. وهؤلاء مغتصبون لا حق لهم، بينما تكون الدولة العربية على مساحة 44% من مساحة فلسطين. شوف الفارق بين الاثنين، الدولة اليهودية 54، الدولة العربية كم؟ 44%، أقل من النصف، وذيك أكثر من النصف. ممكن واحد الآن يسأل سائل، طيب يقول لو جمعنا 54 زائد 44 تبقى شيء من مساحة فلسطين، لأنه لما نقول الكل يعني لازم يكون 100%، متبقي 2% من مساحة فلسطين، أين يكون؟ قالوا هذه الآتي، هذه المساحة تتألف من القدس والمناطق المحيطة بها وبيت لحم اللي تمثل ناحية الدينية عند النصارى، بيت لحم زائد القدس وما يحيط بها، هذه تدول، هذه تكون تحت هيئة الأمم المتحدة، خلاص هذه مناطق تسمى مناطق دولية، مناطق دولية. كأنه ميراث أبوهم يوزعه، ما هذا الكلام؟ ولما تضع المؤسسة الدولية يدها على شيء، المؤسسة الدولية أصلاً أداة في يد القوى الاستعمارية الصليبية الكبرى، خلصت القضية كما هو حاصل الآن، هذه النتيجة. هذا كم عاد؟ سنة 1900. طبعاً العرب رفضوا، أكيد الصهاينة يوافقوا، كيف ما يوافقوا بعد؟ فرفضوا العرب وظلوا مع المقاومة وإلى آخره، في مقاومات كثيرة طبعاً. الآن فلسطين مع هذا التقسيم هي تحت الانتداب البريطاني، أليس كذلك؟ بلى، شؤونها إدارتها وكل شيء تحت الحاكم البريطاني، والحاكم البريطاني مقره في القدس ومؤسساته كلها مقرها في القدس. بريطانيا تخطو خطوة أخرى لتسلم فلسطين إلى من أتت بهم شدادا من الآفاق، وقد هيئتهم قطعان المستوطنين، هؤلاء من يسمى بزعماء الصهاينة الآن من شارون وشامير وغيره، هؤلاء دخلوا عمال ولا عندهم، دخلوا بتأشيرة في فلسطين ليعملوا عمالا في النظافة، أدخلوهم لغرض ما حتى أوصلوا بهم إلى سدة الحكم. كل أمور مخططة، ليس عشوائية، ليس ارتجالية. بريطانيا الآن حتى تخطو هذه الخطوة وتسلم فلسطين لمن هيئتهم الصهاينة، أعلنت بأنها سترفع الانتداب عن فلسطين، تلغي الانتداب، خلاص تتخلص. وما هي تدور شؤون فلسطين؟ ويدها خلاص رفعتها على أن ترفع هذا يدها عن الانتداب في منتصف
ليلة الرابع عشر من مايو 1948، لأن الكفار يومهم يبدأ بالساعة 12، وهذا طبعا عندنا خطأ مجانب للصواب. اليوم يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغروب الشمس يوم الثاني. فهذا لذلك أنا قلت لكم أذكركم التاريخ، تاريخهم. أعلنت بريطانيا أنها تلغي الانتداب وترفع يدها، لا شؤون لها بفلسطين، على أن يكون هذا الرفع رسميا. يبدأ التنفيذ، يدخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 14 مايو 1948. طيب لما ترفع بريطانيا يدها عن الانتداب يعني ما تدير شؤون فلسطين، معنى ذلك أن معقولة تبقى فلسطين ما حد يدير شؤونها؟ أكيد هم هيئين من يقوم مقامهم، وإلا ما معقول تخلها كذا بدون ما تدير شؤونهم. بعد منتصف الليل ليلة 14 مايو 1948 الآن الانتداب، بعد هذا الوقت أعلن قيام الكيان الصهيوني اللقيط، لأنه الآن خلاص الجو فارغ، ما شيء هناك إدارة تدير شؤون البلاد، هم لازم هم يحلوا طبعا بترتيب من بريطانيا والدول. فأعلن الكيان الإيجاد أو قيام الكيان الصهيوني اللقيط في 14 مايو 1948. تعرفوا أول دولة اعترفت به، أول دولة اعترفت به تعرفوا من؟ أمريكا المجرمة، واعترفت بهذا الكيان بعد إعلان قيامه بست دقائق، بست دقائق اعترفت بهذا بقيام هذا الكيان الصهيوني بست دقائق. وقيمت كيان صهيوني وتم تفضل الاعتراف به، وسنقف عند هذا إلى أن نكمل إن شاء الله الباقي. نواصل الحديث، نعود قليلا للخلف. الأراضي التي أعطيت العرب لقيام دولتهم بناء على توصية هيئة الأمم المتحدة سنة 1947
قلنا يعطي العرب مساحة 44%. هذه 44% تشمل مساحة الضفة الغربية وغزة، تشمل مساحة الضفة الغربية وغزة، لأن القدس خلاص دوليا الآن دولة، والباقي للصهاينة. الآن أقيم الكيان، وأعلن الكيان، قامت الكيان اللقيط على الأراضي الممنوحة له من قبل هيئة المتحدة مساحة تساوي كم؟ 54. بمعنى أنهم الآن لم تكن يدهم على الضفة ولا على غزة ولا على القدس، ما محتلينها خلاص، هذه خارجة عن يد الصهاينة. الآن لما أنشئ الكيان سنة 1948، في 1950 بعد سنتين، يعني تمت اتفاقية سرية تسمى اتفاقية العوجة، وهذه العوجة منطقة في فلسطين بين الصهاينة وبين الحاكم العسكري المصري على غزة، لأنه كانت غزة إداريا تتبع مصر والضفة تتبع الأردن، لأن العرب الفلسطينيين رفضوا التقسيم، فقالوا خلاص الآن إداريا تتبع الضفة الأردن، غزة تتبع مصر، مصر سوت لها حاكم يدير شؤونها، جنرال، أحد جنرالات الجيش، هذا اسمه محمود الرياض، فيما بعد عين أمينا للجامعة العربية ليكافئ. هذا الرجل عمل اتفاقية سرية مع الصهاينة، مع اليهود في منطقة العوقة، وسميت اتفاقية العوقة، وهي اتفاقية سرية حتى فلسطين ما على علم بها، حتى أهل غزة. بموجبها منح اليهود من مساحة غزة 200 كيلو متر مربع. كانت أيامها قبل هذه، قبل اتفاقية العوقة، مساحة غزة اللي نسمع عنها الآن مساحتها 565 كيلو متر مربع. الآن غزة مساحتها 365 كيلو متر مربع. أين ذهبت المئتان؟ محمود الرياض أعطاها اليهود. لو كان مال أبوه ما يسوي طبعا، مهما أعطيه. على أي حال سرية، واشترط اليهود أن توثق هذه الاتفاقية في مجلس الأمم، في المجلس الدولي، ولا اسمه هذا مجلس الأمن الدولي، ووثقت حتى تشرعا. هذه 200 كيلو متر، الآن بقيت غزة 365 كيلو متر مربع، 200 كيلو متر مربع من الشمال للشرق إلى الجنوب هو ما يسمى الآن بغلاف غزة. غلاف غزة يعني أراضي من غزة، وأخذت لكي تكون غلاف حاميا وحاجزا عن اليهود وعن العرب، على أنها ملك لليهود، يسوي مستوطنات ويسوي قواعد ويسوي كل شيء. يعني أحاطوا بغزة من ثلاث جهات، من الشمال للشرق إلى الجنوب. طبعا الغرب، غرب غزة يحيط بها إيش؟ البحر المتوسط. هذه مسألة أو ما يعرف الآن بغلاف غزة، أرض من غزة أعطيت اليهود مساحتها 200 كيلو متر مربع، وأعطاها واحد من العرب. على أي أساس توزع هكذا؟